طيب. ليه؟ اللي هو امبارح حاجه والنهارده حاجه وبكره حاجه. طيب انا بس ااكد ان يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المواد الغذائيه بتنقسم لشقين، الشق اللي هو تابع وزاره التموين كمواد تموينيه، ايوه، اللي هي ممثله في تجاره التموين شعب جمعيتي والجمعيات وهكذا، والشق الثاني اللي هو السوق الحر والسوبر ماركت وهكذا. المواد التموينيه دي مستقره قولا واحدا. التموين منتظم، 65 مليون مواطن بيصرفوا التموين بالمجان. أزمة السكر، 65 مليون مواطن بياخدوا سكر بالمجان وهكذا. طبعا اللي هو بكام الكيلو؟ ده اللي هو بسعر استرشاد 12 جنيه 60 قرش. والمواطن ما بيدفعش، ده بيتخصم من الدعم بتاعه. بالإضافة لفي كيلو كمان أو 2 كيلو ب 27 جنيه بس. المواطن بيدفع ثمنهم، ده على بطاقة التموين، على بطاقة التموين موجودين. على البطاقة موجودين؟ موجودين يا فندم. ده يعني عنده بطاقه هو اللي كسبان. وهو ده اللي احنا يعني بنتمنى اليومين الجايين، يعني اعملوا بطايق، اعملوا الناس بطايق، الموضوع يوسع شويه. مش كده؟ لانه يوسع. يبقى كام بدل 65 مليون؟ القصه في حاجه، ان بطاقه التموين دي بالظبط بقت الامن والامان للمواطن. صح. هو اللي ضامن ان هو ينزل في اي وقت هيلاقي تموين. انا النهارده لغايه يوم 31 المواطن نزل خد تموين وصرفه لحد النهارده. لغايه النهارده في ناس بتصرف تموين. بكره الشهر الجديد. الشهر الجديد ده بالنسبه لنا بيبقى في الخمس ايام الاولانيين ممكن نصرف 50 و60 و70% من التارجت طول الشهر. نعم. نصرفه الخمس ايام الاولانيين. مستهدفينه وبتصرفوه. تكدس. 50 60 70%. وطول الشهر شغالين. نعم. كويس. فالبضاعه دي قولا واحدا متوفره. فاللي عنده بطاقه تموين مأمن له احتياجاته من الزيت والسكر ومش كده والرز والمكرونات وكل، هو ليه حد معين بيتخصم من دعمه، والبطاقه اللي هي الاربع افراد بيبقى ليها 2 كيلو سكر كمان ب 27 جنيه. فحتى تتمنى انه يتم التوسع في بطاقات التموين. في دي وتعديل منظومه فرق الخبز العيش. بمعنى ايه؟ العيش انت ممكن تقدر تدلع المواطن قولا واحدا. لازم ادلع المواطن قولا واحدا طبعا، تدلعه بس مش هرفع الاسعار عليه بدون ما انا بقول لسعادتك. اهو تدلع المواطن بدون، ودي لو معاليك تبنيت الحمله دي هتفرق معانا كتير قوي. يلا معانا اهو، بادئين اهو. تقدر سعادتك تدلع المواطن غير ما الحكومه تزود في الميزانيه جنيه. اعمل ايه؟ ويبقى المواطن ليه بطاقه تموين، ليه اربع افراد ليهم 200 جنيه تموين، وفرق العيش بتاعه بدل ما يبقى ليه 50 هيبقى ليه 500. يعني ايه؟ اشرح لنا. طب بالراحه، معلش انا اسف، اشرح لنا بالراحه. دلوقتي التموين المعلي نعمل الفكره العبقريه دي ازاي؟ دي يا فندم ده واقع. قول لي يا فندم، سعادتك رغيف العيش بيتكلف على الحكومه كام سعادتك؟ كام؟ جنيه سعادتك زي ما قلنا. جنيه تقريبا، هنقول مجازا هو اقل من شويه، او بيتخصم على الحكومه من بطاقه التموين جنيه. جنيه. فالجنيه دوت ده بياخده بيتحول على الحسابات بتاعه الفرن، والفرن تنزل له الحسابات تاني يوم او تالت يوم. خلاص كده سعادتك؟ نعم. والفرق العيش اللي المواطن بيسيبه بياخد نتاجه 10 كروش. نعم. معلش عشان اقول لزملائي بس يكتبوا استرابات، ما تعملوش استرابه عامه، عايز استرابات من الكلام. اتفضل. تمام سعادتك؟ فالمواطن لما بيوفر رغيف العيش ده بياخد 10 كروش، ولما بياخد رغيف العيش بيتقسم من الدعم بتاعه جنيه. فالفجوة كبيرة. نعم. فللأسف في بعض النفوس الضعيفة من الفران أو المواطنين يقول له طب يا عم بدل ما أنت تاخد البريزة دي سيب لي الرغيف أنا أضربه وهمي. وهديك ربع جنيه أو نص جنيه أو هديك بيض وجبنة. فساد. كويس كده؟ فساد. خلاص؟ في فساد. فإحنا دلوقتي باستثناء أنا أقولها، حضرتك مش عايز تقولها خلاص. تمام؟ فإحنا بنقول إيه؟ بنقول كده كده الحكومة دافعة الجنيه للفرن. فالفرن وسيط. فتسيب الجنيه في البطاقه للمواطن زي ال 200 جنيه بتوع التموين بتوعه. كويس؟ ويتخصم الثمن الرغيف من جوه البطاقه الجنيه، زي ما بيتخصم كيس السكر كده ب 12 جنيه و60 قرش. بس ده سعر استرشادي. وهو الجنيه او ال 200 جنيه المواطن بيدفعهم او ال 5 جنيه. نعم. نفس الموضوع هيشيلين يدفع للفرن. نعم. فالفجوه اللي هتتبقى دي هتوفر الدقيق الوهمي للضرب، اللي هتوفر لك فرق عمله، هتوفر لك فرق دي، هتوفر لك فعلا العيش اللي اتضرب فعلا
فعلي اللي المواطن كاله، مش خد عيش رغيف بشلن وهو يعادل ثمنه لو هنقول مثلا مجازا يعني ال 20 رغيف دول، الرغيف مثلا 80 جرام، هنقول مجازا 100 جرام يعني هنقول مثلا 2 كيلو، بياخد ال 2 كيلو بجنيه اللي هو ثمن الرغيف الجنيه اللي دفعه حق ال 20 رغيف. نعم. فبياخد ال 20 رغيف دول ما قيمتهم ممكن ياكلهم للفراخ للسمك لكذا 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 لكذا. فكل ده هو بالنسبه له، احنا بالنسبه لنا لو احنا سيبنا له الفلوس جوه البطاقه، فرق العيش بتاعه ده اللي بيصرف اوريدي هيرجع له بدل ال 50 جنيه ترجع 500 جنيه. ليه ما عملتوش ده؟ قبل احنا طلبنا الكلام دوت اكتر من مره. طلبته من مين؟ يعني طلبنا بتاع طرحتوه يعني؟ طرحناه يا فندم. اتقال ايه الرد؟ وجهه نظر منظومه ان هو في تخيلهم ان الفرق ده الحكومه هتدفعه فمش عايزين يحملوه الحكومه، وده مفيش حاجه هتحملها، مفيش تحميل، ما كده كده الفلوس دي اوريدي مدفوعه. فلما تسيبها للمواطن هتفرق معاه. فانا بالنسبه لي البطاقه هيبقى فيها 200 جنيه تومين كويس، اللي هو ال 50 جنيه الفرد كويس، وال 100 جنيه اللي هي مسمى 100 جنيه فرق العيش او العيش اللي هو بياخده خمس ترغيفه كل يوم. هيبقى جوه البطاقه. نعم. المواطن انا اضمن لك معاليك ان هو، لان الكلام ده احنا متاكدين منه، اضمن لك معاليك ان هو هيوفر العيش وهيوفر الدقيق اللي بيتضرب وهمي وهيوفر وهيوفر، لان هو محتاج ال 100 جنيه دي، ففي الاخر هيبقى عنده 500 جنيه يقدر ياخد بيها سلع من الجمعيات او من محل التموين او من جمعيتي، فبالنسبه له هتبقى اتاحه اعلى في الكم بتاع السيوله بتاع الفلوس اللي معاه، يقدر يشتري بيها بضاعه اكتر. طيب دكتور عبد